كان مضروب. تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريج لأجل حريق مخزن شركة كريستور تابع لمجمع كوندور. من خلاله تم حماية وحدة إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية لشركة كريستور التابعة لمجمع كوندور والسكان المجاورين، بالإضافة إلى حماية الوحدة الإنتاجية ميديا وإنقاذ كمية من الأجهزة. سخرت لهذه العملية كل وحدات الحماية المدنية، أشرف عليها السيد مدير الحماية المدنية المقدم محمد قنطار. عملية إطفاء الحريق تمت عبر محاصرته بثلاث مناطق، أين تم كما أسلفت حماية وحدة الإنتاج ميديا بالإضافة إلى كريستور والسكان المجاورين. الحريق تم التحكم فيه وتبقى أسباب الحادث مجهولة لدى مصالحه.